متشكرين قوي انك قبلت الدعوه وشرفتنا بالزياره يا باشا. لا شكر ولا حاجه، بس المفروض كنت تيجوا معايا دغري من الاول وتعرفوني ان انتوا فشلتوا من قضيه درويش. اعذرهم يا عصام باشا، استنى حضرتك كده لما تسمع الحكايه من الاول. وقال الله ربنا يرحم خيالك ويجعل مثواه الجنه. يعني من ليله ما رحنا نجيبك من بيت السكاكيني وهو بيرتب معاك. الله يرحمك يا خالي، مش عارف كان بيعمل كده ليه، ده ما جاب لي سيره خالص. واضح انك كنت عزيز عليه فخاف يعني يورطك بزياده. يقوم يورط نفسه هو لحد ما حصل اللي حصل. درويش بيتكلم صح، الخيانه جايه من جوه مباحث الاموال. استحاله، سيفاز العرب دفعتي واعرفه كويس ولا يمكن يكون خان. خلاص بلاش نسميها خيانه، خليها بلاغة الدقمجه للديب. اكيد كلهم عندهم خبر، ويمكن الداخليه كلها تكون عارفه. وارد ان الاخبار دي تكون اتنطرت هنا ولا هنا. ما الاخبار تتنطر عن البلاغ؟ ماشي، انما اللي وصى على البلاغ ما تطلعش اخباره غير من اللي وصاه. عقلوها يعني. لو هنعقلها زي ما بتقول يبقى لازم نجيب الحكايه من الاخر للاول. الحيوان اللي قتل خالي رمى الورقه اللي فيها شرطك والفلوس عشان يلطك في قتله ورشوته. الواد ده لازم يجي ونعرف مين اللي وراه، ولو في خيانه هنعرف مين اللي خان. انت مش بتقول ان كاميرا المراقبه جابت وشه؟ وخدت له السكرين شوت دي. يا ابني لما انت يعني ايه اللي خلاك تركب الكاميرا يا عصام باشا؟ كان لازم أأمن خالي، خصوصا بعد حادثة سرقة الملف. وبعدين هو كان عنيده وكان رافض أي حد يجي يعيش معاه، فقلت أركب الكاميرات دي علشان لو حصل حاجة أعرف أتصرف بسرعة. طيب أنت عرفت أي معلومات عن الواد ده؟ قلبت الدنيا لحد ما جبت قراره، بس للأسف مش عارف أتحرك. لأن خدمتي المفروض دلوقتي في الواحات. يا ماهر، أنت كنت نايم ولا إيه؟ باين شوية، في حاجة أغول ولا إيه؟ لا أنا عايزك بقى تفوق وتصحصح لي شوية. في واد سو عاوزك تعرف لي مكانه. الواد ده اسمه حميدة فرغلي، وشهرته حميدة خرطوشة، وانت سككك بقى كلها مسالك. ده نازل انتخابات الواد ده ولا ايه؟ انت هتخف دمك دلوقتي يا ابن الخفيفة، هتخف دمك. اقصدش انا عايزك تقب وتختص وتعرفتي الواد ده فين، فاهمني؟ هو الواد معتدي الاجرام، يعني سهل تتقصاه. طيب دين يومين ثلاثة كده وربنا يفرجها. لا يومين ثلاثة ايه؟ يومين ثلاثة يا ماهر، أنا عاوز أنزل من هنا ألاقيك بتتصل بيا وتقول لي لقيته، معرفش هتعمل إيه، المهم توصلني ليه يا ماهر. عيني. تسلم عينك. تسلم عينك يا ماهر. طول عمرك رجولة. أنا مش فاهمة، أنت إزاي قادرة تعيشي مع اللي اسمه حازم الحيوان ده بعد كل اللي عمله فيكي؟ تصدقيني لو قلت لك أنا نفسي مستغربة نفسي. أنا عمري عمري في حياتي ما كنت اتصور ان انا ممكن اكتم جوايا للدرجه دي، وكمان ما يبانش عليا. بس عارفه بيتهيألي ده تاثير درويش. درويش؟ وايه علاقه درويش بالموضوع يا بنتي؟ ازاي بس ازاي واحد شايل جواه بلاوي وعايش بيها سنين طويله ومحدش واخد باله؟ انا عايز اعرف هو الراجل ده جايب القوه دي ازاي. اوكي بس انتي مش زيه، ولو فضلتي على الحال اللي انت فيه ده هتنفجر. مين قالك ان انا مش عايزه انفجر؟ ده انا هطق. بس انا اللي هيعيشني عنه ان انا لسه معرفتش كل حاجه. انا عايزه اعرف بيشتغل مع مين؟ ليه علاقه ببكر الدهان ولا لا؟ كان ليه ايد في قتل ماما ولا كان كله دوره بس انه يجيب التعب؟ وهتعرفي اجابه على الاسئله دي كلها ازاي بقى ان شاء الله؟ هعرف. على فكره انا رحت لبكر الدهان شركه الادويه اكتر من مره، كل مره السكرتيره بتطلع لي حجج رهيبه زي ما يكونوا كده مش عايزين نقابله. طب وبعدين؟ ولا حاجة، هفضل وراه لحد ما الاقي السكة توصلني ليه. ربنا معاكي.
سواح وانا ماشي. كلم مين ده اللي ما تتسمى؟ الولية اللي اسمها عفاف غطست ما قبتش مش عايزه ترد. طب حط نفسك في البنطلون بسرعه عشان رايح انا وانت مشوار. انت عايز تقدرني وخلاص؟ انا عايز اشوف الفيلم. اخلص يا عم. نروح فين دلوقتي؟ هنهبر انا وانت على ناصر الحنش. صد رد ونرجع. الحنش؟ اه. ايه اللي فكرك بيه دلوقتي؟ هقول لك في السكه. يلا قوم. اخلص يا عم. عايز اشوف اسماعيل ياسين. مبروك على الخبر. بجد عجبك؟ حلو جدا. مبروك. ربنا يخليك. بس ايه؟ معلش تاني بس هرد على الموبايل. لا خليك انا اروح اكمل شغلانه. اوكي. الو. ايوه يا استاذه. عملت ايه في الموضوع اللي بتكتبيه؟ مش اخبي عليك انا وقفت. وقفت ليه حضرتك؟ ليه ايه يا درويش؟ المواقع كلها ملهاش سيره غير قتل اللواء اللي اسمه شوقي السباعي ده، وانت المتهم الوحيد اللي في الجريمه. انت برضو مصدقه الكلام ده عليا؟ والله لو عندك حاجه تثبت العكس قولها لي. اللي عندي هيجي له وقته. اللي عندي هيجي له وقته. ساعتها بقى هتبقى خبطه كبيره قوي، وهخليك انت برضه اللي تنفردي بيها. ماشي. المهم انت بس كملي كتابه الموضوع. هو هتنشر امتى وفين؟ لو خلصت كتابته يبقى هيتنشر الليله دي. لا مش في الجرنون. مش في الجرنون؟ امال فين؟ موقع؟ موقع ايه بس ده كلام ده؟ يا سلام، الموقع ده بيخشوه 3 مليون في اليوم. ما شاء الله. ماشي على البركه يا استاذه. بقول لحضرتك يا استاذه من غير مؤاخذه، يعني لما تبقي شاكه في حاجه من ناحيتي بكلميني على طول، ما تستنيش يعني لحد انا ما اكلمك. ماشي. سلام يا استاذه. اتفضل يا فندم. رقم غريب ازاي يعني؟ ده غير اللي فرقناه قبل كده؟ ايوه يا فندم، رجعت المكتب لقيته رن عليها مره واحده بس، وزي ما سيادتك شايف كده